عايزين نبتدي كلامنا النهاردة اقتصادي، لأنه في خبر في غاية الأهمية، والخبر ده طلع تقريبا أول امبارح كده، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت أن لديها ثقة كبيرة في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر هتكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق. الوكالة في تقريرها الأخير رفعت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من بي ماينس إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. التقرير ده أشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت ل 44.5 مليار دولار، وأن مصر استقبلت تقريبا 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة. نتكلم على الموضوع ده وعلى هذا التصنيف وعلى تقرير وكالة فيتش عبر الهاتف مع الكاتب الصحفي الأستاذ رضا المسلمي المتخصص في الشأن الاقتصادي. أستاذ رضا، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين يا استاذه. اهلا بيك استاذ رضا. يعني خليني اقول لك تقرير فيتش بانه يعني انا مش عايز اتكلم على التصنيف الائتماني من بي ماينس لبي، لكن على انه طويل الاجل، النقطه دي انا وقفت عندها. اتنين، ان النظره المستقبليه مستقره. حضرتك تشرح لي دول ممكن ياثروا ازاي على الاقتصاد المصري الخارجي؟ هو بالنسبه لتقرير فيتش طبعا يعني رفع التصنيف الائتماني المصري، يعني انا عايز ابسط المعلومه وبسط للمشاهدين. يعني تقرير التصنيف الائتماني يعني انا مثلا عايز ارض، عايز اعمل مشروع، اما بروح اكل حاجه فلازم يجي اللي بيقرضني دوت او البنك يشوف حالتي عامله ايه، هل حالتي مستقره، حالتي كويسه، فيديني هو مطمن لان انا عندي قدره ان انا اسدد، عندي قدره ان في شغل، يعني في انجازات شغاله. فرفع التصنيف الائتماني لمصر يعني والحاله المستقره، النظره المستقبليه دي زي ما حضرتك بتقولي، ده هيساعد في جذب استثمارات خارجيه لمصر. يعني التقرير بيتوقع ان الاستثمارات مصر هتجذب استثمارات في الفتره القادمه بنحو 16.5 مليار دولار. طبعا الاصلاحات اللي تمت، الاصلاحات 16.5، بس انا سمعت رقم 4.5 مليار. 16.5 مليار ده يعني في نهايه السنه الماليه 2025، يعني في يونيو، في اخر يونيو 2025 التقرير بيتوقع ان مصر هتجذب استثمارات 16.5 مليار دولار. فده مؤشر كويس. يعني احنا يمكن صفقه راس الحكمه اللي انعشت السوق في مصر، زودت الاحتياطي، اصبح الاحتياط النقدي في مصر 44.5 مليار دولار، خفضت الدين العام لمصر. فده كله الاستثمار الاجنبي طبعا جزء مهم، وده مصدر مهم للعمله الاجنبيه، يعني ده استثمار مباشر. يعني انا باجي اعمل مشروعات في مصر، مش زي الاموال السخنه اللي بتيجي وبتخرج كده، لا ده استثمار اجنبي مباشر. فالتقرير ده هيدي ثقه او بمثابه ثقه او شهاده ثقه للاقتصاد المصري، هيخلي المستثمر الاجنبي ينظر للاقتصاد المصري نظره ثانيه خالص. يعني احنا حضرتك احنا في منطقه فيها توترات جيوسياسيه واحداث وتصاعد في الاحداث، فطبعا الكل يعني عنده مخاوف، لكن ان مصر تحقق دوت وتحقق الاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت في الفتره اللي فاتت دي فده شيء كويس جدا جدا. طيب. وده لفت انظار العالم كله والمستثمرين. طب استاذ رضا، يعني نيجي في النقطه دي، حضرتك بتتكلم على الاحتياطات الاجنبيه والنظره المستقبليه. في التقرير جت جمله برضو عايزه اقف عندها، ان سياسه سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه. ده بمعنى إيه؟ هو طبعا كان من يعني من ضمن الحاجات اللي كان فيها خلافات ومخاوف للمستثمرين إن هم يجوا لمصر، فروق سعر الصرف ما بين السعر الرسمي والسعر الخارجي، كان في سوق موازي. حضرتك شفت من فترات كان في سوق موازي والسعر كان بيوصل فيه الأرقام الكبيرة، وكان يعني كانوا بيقولوا إن مصر بتتدخل في سعر الصرف. لا، ده من أهم النقاط اللي أشير لها تقرير فيتش، انه لم يلاحظ اي تدخل من البنك المركزي في سعر الصرف. احنا في مارس الماضي يعني يمكن اصبح سعر الصرف اكثر مرونه، استقر سوق الصرف في مصر، اصبح الدولار ثابت، يعني ما بقاش في سوق موازيه خالص او سوق يعني لا الاول. لا 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 استاذ رضا، في سوق موازيه لكن ما فيش فروق كبيره ما بين الخارج والداخل، ما بين يعني فروق بسيطة ما بين البنوك الوطنيه يعني. وفي الخارج بس في سوق. ما هو ده جه منين؟ السوق موازي، يعني هو طبعا الدولار مش زي الاول، بس دلوقتي البنك المركزي محدد سلع الاولويه في توفير النقد الاجنبي للسلع الاستراتيجيه،
في بعض السلع الاستبداديه اللي الناس بتستوردها، واحنا بنطالب ان يتم ترشيد استيراد مثل هذه السلع لانها بتستنزف العمله الاجنبيه في مصر. زي ايه يا استاذ رضا؟ في سلع كتير استبداديه يمكن السيد الرئيس اشار اليها قبل كده، في المناديل، جبن، انواع من الجبن، انواع من الاسماك المدخنه، حاجات استبداديه كتير، انواع من الحلويات، الشوكولاتات، يعني في سلع يعني اقصد هي مهمه فعلا بس ايه مش وقته ان احنا ايه ندخلها سوق مصر. انا بوفر العمله الاجنبيه عشان اجيب سلع مهمه للمواطن المصري، سلع استراتيجيه، اجيب القمح، اجيب الزيوت، السلع مهمه للمواطن المصري. السلع اللي هي السلع الثانيه دي يعني لازم ارشد في استيرادها شويه، يعني لان دي بتستنزف عمله اجنبيه كبيره جدا، يعني حجم استيرادها منها يعني كبير جدا، يعني كانت بتاخد استنزاف في الدولار في الفتره اللي فاتت. هو النقطة برضو اللي أشار إليها التقرير زي ما بقول لحضرتك، إن هو أشار إن البنك المركزي لم يتدخل في سعر الصرف يعني من فترات طويلة، فده حقق الاستقرار في السوق المصري، حقق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية، ويمكن دي أهم نقطة أشار إليها تقرير فيتش في التقرير اللي صدر منذ يومين يعني. طيب معلش أستاذ رضا، أنا عايزة أقف عند حتة السلع الاستفزازية، يعني معنى كده إن إحنا ابتدينا نتوجه إلى اقتصاد الاولويات اكثر ما يكون من انه اقتصاد السوق الحر؟ لا طبعا يا فندم، احنا مصر طبعا بتتبع نظام اقتصاد السوق الحر، لكن في لا بس الكلام اللي حضرتك بتقوله معنى كده انه دلوقتي اقتصاد الاولويات وليس اقتصاد السوق الحر. لا طبعا، يعني في احنا مصر في اقتصاد السوق الحر، لكن احنا بنتكلم على بعض المستوردين بيجيبوا سلع يعني غير ضروريه في الوقت الحالي، يعني العالم كله هو ده اقتصاد الاولويات يا فندم. ايوه طبعا، ما انا بركز على السلع الهامه للمواطن، يعني زي ما بقول لحضرتك الزيوت، القمح، البعض الحبوب اللي بنستوردها، يعني دي حاجات مهمه جدا للمواطن المصري، هل اجيب دي الاول ولا اجيب مثلا شوكولاتات وجبن وانواع من الاسماك الفاخره؟ يعني الاولويه بتكون السلع الاستراتيجيه اللي بتهم المواطن المصري، وده اللي بتعمل عليه الحكومه وبتناشد المستوردين، وعقد اكثر من اجتماع في الفتره الماضيه مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات لتحديد الاولويات في الاستيراد، يعني هو ما فيش حظر على استيراد اي سلعه، لكن في مطالب ان يتم ترشيد استيراد مثل هذه السلع الغير ضروريه للمواطن في الوقت الحالي على الاقل. طيب يعني ما هو ده اللي انا بقوله، ان ده احنا دلوقتي في الظروف الحاليه اللي موجود فيها المنطقه بحاجات كتيره احنا بنتجه لاقتصاد الاولويات. طبعا عشان اقدر استورد يعني اقدر اوفر عمله. لازم نوضح للمواطن ده يا فندم عشان يبقى فاهم احنا في انهي مرحله دلوقتي. يعني احنا دلوقتي حضرتك الترجيز كان ازمه الاقتصاد المصري الدولار وتوفير الدولار، تحقق سوق الصرف وتحقق الاستقرار في سوق الصرف، فاصبح الدولار متوفر، وخصوصا ان احنا عندنا احتياطي نقدي اكثر من 44.5 مليار دولار. فطبعا لما باجي اوفر الدولار للمستورد لازم اعرف مثلا هو هيستورد ايه، يعني هيستورد سلع مهمه ولا سلع صحيح يعني صحيح. حاجة طب بيتم منعهم يعني يا استاذ رضا؟ لا لا مش منعهم، لا لا ما فيش منع يا فندم ولا في حظر على استيراد اي سلعه، لكن هو يعني ايه نوع من الترشيد، نوع من ادراك المستورد من ذاته لاهميه المحتوى الاولويه للسلع الاساسيه. نعم الكاتب الصحفي استاذ رضا المسلمي المتخصص في الشان الاقتصادي، انا بشكرك شكرا جزيلا.